بشوف الحصان يهذب قطاته لافت يمين شوي. هو نية الحصان لما تحاول توخر عن مثلا وقت الزياط وقت الفلت الى اخره. النية عند الحصان اللي يطالع الشيء يوخر عنه بقطاته صار موزون. الحصان اللي غير موزون او الجديد يبغى ينطلق برقبته تماما. كحصان موزون لن يتجرى. هو يبغى يطالع شوي طبعا ما يروح ما يدري يروح بس يعني ها وده انه يكون ناظر الشيء اللي خايف منه موخر عنه. وانت لا شعوريا تسوي العكس. خليه يروح برقبته عكس الشيء يروح منه. نفس فكرة انه يلف بظهره. هي طبعا مرقبة اول مقاطع هي دائما رقبته جوا عندك في الشباك انه يحاول ينطق رقبته لما هو وزن او اذا صار يبغى يطالع الشيء يروح كان يقرب على جنب للشباك وقفته عن وضعه هنا لانه هو خف عشان يسار هو كحصان موزون قال لك تبغاه بس نيته كذا فلا شعوريا انت مدلق اكثر يسار فعدلته فقطعته تروح للمكان اللي ما يبغى يودي له وينحاش عنه اللي سيارات وسبلت الى اخره ورقبته تروح للمكان اللي يبغاه عكس المكان اللي يروح له هو يبغى يطالع الشيء برقبته وينحاش عنها بجسم انه موزون فانا اقول له انت عدت المرحله دي طالع عكسه وروح له بجسمك طبعا لما تسويها برضه وانت رايح للشيء في خطر انه ينطلق او يندفع يقدر الحصان في الحاله هذه انت قاعد تهذب ويخاف من شيء يمين تخليه يطالع الشيء يمين جسمه موخر عن هذا اللي يبغاه تخليه طالع يسار وتخلي جسمه له طيب لو في اللحظه اللي انت مودي رقبته عكسه ومودي جسمه له ثم انت وديته يسار واخذت عن سيطرة يسار انت كذا وديت جسم الحصان للمكان اللي يبغى يروح له اصلا يبغى ينطلق له وقطعته للمكان اللي خايف منه يعني انت معطيه فرصه ينطلق اصلا فلو جرات تسويها بالقفل انطلق او قمص بس هنا كل ما حطيت الحصان في وضع يخليه ينطلق زياده كل ما فشل زياده هو يعرف لو حاول ينطلق اللي يصيرني بسوي العكس بجيب رقبتك للشيء وقطعتك عكس الشيء وهذا برضه موجود في مقاطع اخرى يعني صار الحصان اذا نيته انه يودي قطعته كذا اصلا لو جيت مستقيم خطا المفروض لا تطلع كذا واذا الحصان نيته يودي قطعته للشيء اذا راحت قطعته مستقيم خطا المفروض تكون قطعته عكس الشيء مو عشان القطعة نفسها عشان الرقبه لو ما قدرت تخلي الحصان يودي قطعته عكس المكان اللي يبغى يودي رقبته له عندك خطا طريقه هذه القفل برضه في حدود بس موجود يعني على استحياء يعني هذا فراغ الحصان بس برضه الفكره موجوده لو تصور حصان مثلا دريساج او طريقه امريكيه وفرنسيه وغيرها موزون من ورا بتلقى الشيء ده موجود بس بشكل اقل من الفراغ اللي اصلا والركوب الخاطئ تحصل بس تحصل بالشيء اللي يبغاه الحصان يعني ما تلقى الحصان مودي قطعته عند المكان اللي انت تبغاه يودي قطعته عند المكان اللي يبغاه المنطق يعني يودي رقبته يسار وينطلق وتشعبط فيه فقطعته يمين للمكان اللي يبغاه ورقبته يسار للمكان اللي يبغاه بس بالنهايه فكره الميلان حاصل الميلان يحصل مع الجميع فالخطا ينجح بالميلان اللي يبغاه الصح الميلان ينعكس خليه يودي قطعته عكس المكان اللي يبغاه يودي رقبته عكس المكان اللي يبغاها بالقفل على استحياء بالتزليق بالضبط لحد كبير